من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الساعة التاسعة من يوم الخميس الكبير من البسخة المقدسة، بركاته علينا أمين. من سفر التكوين لموسى النبي، بركاته علينا أمين. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم وقال له: إبراهيم إبراهيم، فقال: ها أنا ذا. قال له: خذ ابنك الحبيب الذي تحبه إسحاق وامضي إلى الأرض المرتفعة واصعده لي هناك محرقة على أحد الجبال التي أريك. فقام إبراهيم مبكرا وأسرج أتانه وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطب المحرقة وقام ومضى إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه فأبصر المكان من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الأتان، وأنا والغلام نمضي إلى هناك فنسجد ونرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة وحمله إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا. وقال إسحاق لإبراهيم أبيه: يا أبي. فقال: ماذا تقول يا ابني؟ فقال: هو ذا النار والحطب، فأين الحمل الذي يقدم للمحرقة؟ فقال إبراهيم: إن الله يأتي له بحمل للمحرقة يا ابني. ومضيا كلاهما معا. فلما وصل إلى المكان الذي قال له الله عنه، بنى هناك إبراهيم مذبحا ورفع عليه الحطب وأوثق إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ومد إبراهيم يده ليأخذ السكين ليذبح إسحاق ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء قائلا: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمدد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك تخاف الله ولم تشفق على ابنك الحبيب لأجلي. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا بكبش موثق بقرنيه في شجرة صباك. فمضى إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن إسحاق ابنه، وسمى إبراهيم اسم ذلك الموضع: الرب تراءى لي على هذا الجبل. ونادى ملاك الرب إبراهيم مرة ثانية من السماء قائلا: إني أقسمت بذاتي يقول الرب، بما أنك عملت بكلامي ولم تشفق على ابنك الحبيب من أجلي، لأباركنك تبريكا وأكثرن نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك مدن مضايقيك، وتتبارك بك جميع قبائل الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وانصرفوا معا إلى بئر الحلف بئر سبع. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلهنا للأبد أمين.